الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا بمحاضرتنا هاي بدنا نحكي نشوف هالفيلم الفيديو الصغير وبيلخص بيحاول يلاقي لنا تعريف what is organizational development. وبهذا الفيديو ممكن احنا ناخذ نوتس وهاي النوتس نستفيد منها كفكرة شو يعني organizational development. والفيديو مش كتير طويل, يمكن دقيقتين, فخلينا نستمع له. ونحاول نناقش الفيديو. Behind every button, there is often a team hard at work putting things together. A team made up of people with various ideas, talents, and skills working together for a common cause. We call such a team of people an organization. شو حسيتوا بهالتعريف حلو؟ So what is an organization? It's a team of people. وفي انهم هدف. They have a common goal. Okay. So هذا التيم, هذا الجول, كل واحد فيه في division of labor, في professionalism في الموضوع زي ما شرحنا في محاضرات سابقة, وكل واحد عنده his own specialty function يشتغله together. لازم يكون في ما بينهم common goal, common interest to achieve those goals, the organizational goals. من هذا التعريف البسيط تلاحظوا انه هو تعريف behaviorist approach in defining OD, تعريف سلوكي. يعني بحاول يفسر يقول المنظمة ما هياش بناية وهيكلية وماكينات. فهمتوا؟ باخذ الباب السلوكي الإنساني. المؤسسة هي عبارة عن موظفين, وهذول الموظفين فيما بينهم أدائهم بيحققوا أهداف. هلا كل ما كان أدائهم أفضل, كل ما كان أدائهم أفضل شو بأثر على الأداء العام أفضل أكثر, صح؟ How does an organization ensure that its wide variety of employees work together in the most effective manner and achieve? هذا السؤال ضروري. How an organization can ensure a wide variety of employees, كتير عدد من الموظفين بيشتغلوا مع بعض بانسجام وبيحققوا أهداف. وهذا جزء أساسي للإدارة, وهذا جزء أساسي لما نيجي نحط هيكلية, وهاي الهيكلية تخلي هدول الموظفين يشتغلوا وبانتماء ومع بعض عشان يحققوا الأهداف. طبعا في ماتيرياليستكس, وهذا اللي رح نشرحه في المحاضرة الجاي. المحاضرة القادمة رح نحكي عن الستيكهولدرز, على العلاقة ما بين الستيكهولدرز والمانجرز والأونرز والإثكس بالموضوع, وهاي العلاقات اللي فيما بينهم كيف ممكن أو في بعض الأحيان بتكون بتشد لهدول الفئة وفي ناس بتشد له, وكيف نوصل لعلاقة فيها توازن تحقق هذا التوازن اللي بحقق النجاح تاع المؤسسة. The best possible results for its stakeholders. Unlike a machine, you cannot just simply remove and replace a non-working, but its wide variety of employees work together in the most effective manner and achieve the best possible results for its stakeholders. فالنتائج, most effective results for the stakeholders, للكل. انتبهوا على الجملة هلا. Unlike a machine, you cannot just simply remove and replace a non-working component. It's not like a machine. إحنا ما بنحكي الorganization is like a machine. زي ما شفت بالفيديو إنه حدا من هدول الموظفين أخطأ أو كان عنده سلوك خاطئ. It's not simply يعني you replace him, بتقيمه بتجيب واحد تاني. هذا هو كيف تتعامل مع هدول بهالمؤسسة as a human being, individuals, وهدول العلاقة فيما بينهم هي اللي بتحدد هاي المؤسسة ناجحة أو مش ناجحة, أو نجاح هاي المؤسسة بيعتمد على السلوك الموظفين داخل هاي المؤسسة. ما بنحكي على
الماتيرياليستيك ديفينيشن اوف ان اورجانيزيشن. ما هياش ماكينه جيب بداله. نو كومبوننت ان ان اورجانيزيشن. An organization is made up of people and hence has to deal with its complex interpersonal relationships. Organization has to deal with people. That's why you need to deal with هال complexity مع هدول الموظفين. It's not a machine. Parts, أجزاء. لا. وهذا لما بنيجي نحكي على ال organization as a السلوك تبعها ال behavior. يا ريت احنا بعض المؤسسات بقول لك انا اتعامل مع ماشينز. خلص بحط الماكينه امشي الخطوات الثلاثه روبوتس تخلص. بس في مشاعر, في سلوك, في اكيد في الماشين ويز ماشينري. اذا بتتعامل مع الماكينه مع المؤسسه از ماشين ما في ابداع. الموظفين هدول مشاعر, حاجات, انفعالات. اوكي. How well an organization performs is dependent on how its individual members can function collectively and effectively as one. Effective performance, collective performance. Their performance collectively. واضح المعنى تبع collective performance. How well an organization performs is dependent on how its individual members can function collectively and effectively as one. This is where the practice of organization development, or OD, can help make organizations more effective, and hence the role of the OD practitioner in an organization. The role of the OD practitioner can be seen as fulfilling two main functions: as the organizational coach and as the organizational counselor. إذن صار عندي two functions for OD practitioner: as a coach, as a counselor. يمكن هدول معن قبل ما نروح بدي أحاول أشوف أسمع منكم شو عندكم تفسير لهدول معنى الكلمتين. شو معنى coach بالعربي؟ يكون يصدر في أوامر. الكوتش بيصدر أوامر. مش كاتش, كوتش. كوتش اللي هو المدرب. لما روح يكون في فريق فوتبول بيكون إله في حدا يدربه. شو هذا المدرب اسمه؟ كوتش. شو وظيفة الكوتش؟ يدرب عشان يوصل للهدف. الهدف. يوجه هدول الناس للهدف. يعني بمجرد إنه يعطي أوامر. بنسق بيناتهم الكوردينيت. بس بيعمل معهم لانه هو كمدرب فلازم يعمل قدام لحتى يقلدوه. يعني في انه يعني يعطي اوامر وخلص. It's not like giving instructions. اعمل 1 2 3 جيبوا جول بتحقق النجاح. لا بيعمل معهم مش مدربهم. في له دور اشرافي. احنا هذاك اوكي. كيف يعني مشرف؟ مشرف انه مثلا بيكون معهم بس مش اللي توجههم. حل مشاكل الفريق. بيحل مشاكل الفريق. اي مشاكل يعني؟ اللي بتوصل للهدف. يعني ايش؟ في مشكله في الفريق تاعهم. مشكله ايش؟ مش ضروري تكون اداريه او شيء. حتى يعني بيناتهم مثلا فريق باسكتبول. مثلا اوكي عشان ينجح ويفوز على الفريق الثاني شو لازم يعمل؟ مشكله في الكوره. في هدول الموظفين سوري هدول اللعيبه لازم يكون عندهم مهارات, فبده يبلش يعطيهم يطور مهاراتهم. فهو دوره يطلع يشوف كل بلاير عنده شو عنده ضعف في هاي المهارات ويبلش يشتغل عليه ويمكنه كيف يكون عنده مهارات. هاي المهارات اللي ضمن الفريق مش لازم تكون تتكامل فيما بينهم. واحد بمر الطابة, الثاني بيدافع, الثاني بهجم, الثاني بيجيب جول. إذا كانت المهارات اللي في ما بينهم ما فيها تكامل بنجح الفريق؟ جد. كمان الفريق ما هواش بس مهارات وقدرات, إشي تاني شو؟ يقوي العلاقات بينهم. العلاقات فيما بينهم حتى يقدر ينجح. وهذا اللي كنا نحكي الهيومانيستيك ابروتش للعلاقات فيما بينهم. إذا كان في ما بينهم تنافس وفي اثنين
متنافسين وما بيحبوا بعض فمش راح يشتغلوا مع بعض، ما راح يتعاملوا مع بعض. كيف راح ينجح الفريق؟ كيف راح أفوز بالمباراة؟ الابروتش الثاني اللي هو ايش؟ كونسلر. انت واحد كاستشاري، ايش دوره الاستشاري؟ شو بعمل؟ مجدي، مجدي بعطي نصائح، مقدم لهم بعطي نصائح، مقدم لهم تعليمات و يعني زي نصائح، توصيات، توجيهات، بيعمل بس ياخذ قرار ممكن اذا حدا يعني عشان يعطي نصائحه وتوجيهاته هو لازم يحلل هاي المؤسسه ويشوف نقاط الضعف والقوه ويكون حلول. بس وكمان لازم يكون عنده خبره اكيد ويوجد لها حلول ويلاقي حلول وهاي الحلول يقدمها لهذول الناس كنصائح وتوجيهات. هلا تخيل هاي النصائح والتوجيهات لم تؤخذ بعين الحسبان اوكي شكرا يعطيك العافيه وما سمعوا كلامه هم الخسرانين شو استفدنا بس الفريق ما نجح بس هو المفروض يكون عنده اكمال هون دور الكاركتر تبع هذا الاودي براكتيشنر هذا الشخص اللي بيشتغل بمجال الاودي يكون مقنع يكون عنده مهارات وهي رح نشوف كيف المهارات السكيلز الخاصه فيه كشخص رح نحكي عنها شو المهارات اللي خاصه فيه الاقناع كشخصيه كمان الكاريزما تبعه يحبوه تخيل يجي واحد اودي براكتيشنر ويحلل المؤسسه والناس مش طايقينه بعدين لهم اوكي انا رايي الحلي الانترفنشنز المشكله تبعتكم 1 2 3 والحلول تبعتها هاي وهاي اذا ما اخذته حد خسران اذا ما حبوا ما راح يسمعوا كلام فكيف دوره يكون فيري كونفينسينج مقنع كثير 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 هذا اللي بيميز طالب وهاي الها بشخصيته بالكاريزما تبعه حتى لو ان الحل تبعه مش هالشيء العظيم بس بيستمعوا فيه قبل ما ننتقل على هذا الحكي بدي احكي على انظمه بالشخصيه انا قراتها لاستاذ عظيم الله يرحمه اذا كان مات واذا كان عايش برضه الله يرحمه اسمه بشير خضرة هو بالجامعه الاردنيه بالاداره وحكي زمان من 20 فكان بيحكي على انماط القياده وأظن هو من قادة الكرم من عندنا من فلسطين وكان بقول إنه في أو في نمطين قيادين هدول لزقوا في معي في من منه من فكره النمط القيادة النبوي والنمط القيادة الخليفي أنت ككاركتر كأودي النمط تبعك هل هو نبوي أم خليفي النمط القيادة النبوي اللي هو بيعزوه لسيدنا محمد وللأنبياء الأنبياء الناس اللي يتبعوهم مين اللي بحبوهم ولا بكرههم بحبوهم وعشان هيك أنا دائما بقول يعني لو أن الصحابة لم تحب سيدنا محمد كان ما وصل لإسلام الحب هذا بيجي نتيجة أنه هو هذا الإنسان قدوة أنت بتحبش حدا اللي يكون أنت يلاكهم أنه فيه هو قدوة إلك بالنسبة لك ويفولوهم شو ما يحكي خلص هذا القدوة الموديل النبوي انه ناس تحبك الكاركتر اللي مفضل كتير 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 في موضوع الاودي as a practitioner كمان انت كدورك كأب ولا انت بكرة ادواركم كأب ولا كأم انا كدوري كأستاذ بدك تكون هذا الكاركتر القدوة عشان الناس تسمع رأيك وممكن تعجبك ويسمعوا كلامك النمط النبوي الخليفي اللي هو بيجي بال يعني هو قائد نتيجة انه هو تم انتخابه او تم تعيينه مش الكل راضي عنه فممكن يسمعوا كلامه بس مش يعني ممكن يجي مدير ونمطه نبوي وواحد مدير نمطه خليفي ونمط يقولهم والله احنا اليوم بدنا نتأخر عشان عندنا مشكلة بدنا نزيد في الانتاج كذا كذا عندنا طلبية وهو بيعمل شوية كالكولش لازم تأخر ساعتين الكل ببلاش يتحجج او جزء كبير لو بالنمط النبوي على طول ويمكن بدال ساعتين ياخذوا ساعه ويخلصوا المهام
في حب، في انتماء. نرجع نسمع على هذا الفيديو كيف بيحكي على الكوتش والكونسلر. Is fulfilling two main functions, as the organizational coach and as the organizational counselor. Like a coach on the sports field, the OD practitioner helps the organization achieve its set goal. He or she plans and implements the necessary actions and changes to align the organization's capabilities with its strategic ambition. As an organizational counselor, the OD practitioner addresses any dysfunction that surfaces within the organization and puts the organization back on its track and onto a higher level of performance. To do this, the OD practitioner adopts the action research approach, improving the organization's effectiveness. This approach also emphasizes getting the Good, action research approach هذا والaction research inquiry. هذا بدنا نشوف كمان take a note وروح نشتغل عليه أكتر. شو يعني action research؟ يعني بشكل بسيط انه كل انشطتك based on research. It's an ongoing. Okay? بس كمان هذا موضوع بدنا نشتغل عليه. بالنص اكنس عليها هي نفسها. Organizational leader support for each step and especially at the start. The OD practitioner also actively involves different people in the organization when implementing change. This will help more people embrace the change, making it successful. OD practitioners are instrumental in their organization's journey to ربط الOD بالchange. The implementation of the OD practitioner. The implementation, the change. They will embrace it. بيحققوا التغيير أكتر أسرع. بيقبلوا التغيير. If they don't like him, ما رح يقبلوا التغيير. حلو الربط مع ال change. فالإفكتيف implementation بيكون أفضل. Resistance to change بتكون أقل. مقاومة التغيير أقل. إذا الناس they like it. عاجبهم الحكي. Towards effectiveness. Building it to face the challenges and demands of its operating environment. Problems might not simply be solved with one push of the button, but the OD practitioner's role is one that organizations simply cannot do without. إذن هون هي أهمية الـ OD. إذن هاي الفيديو هيك بحضر بيوضح لنا أهمية الـ OD practitioner، أي شخص بيشتغل في مجال التطوير المؤسسي. أسمع رأيكم أو شوية أي تعليقات على هاي الفيديو، في إشي عجبكم، إشي مقطع فكرة حلوة عجبتكم أو إشي أي تعليق. فضل. آخر مقطع حكى جملة إنه مش شرط إنه يحل المشكلة، بس على كل إنه بحقق إشي ما صار بدون ما يكون موجود. صحيح، حلو الفكرة. اي فكرة تانية شفتوها حلوة في هالفيديو؟ كله افكار مش حلوة؟ داره كيف انه اشتغل كوتش او كانسلر، انه يكون مدرب او كيف انه بس يقدم استشارات وارشادات. دورين هدول الكوتش والكانسلر، دورين حلوين، دورين مهمين. يعني دورين مهمين لازم الواحد يلعب فيهم. اذا يمكن من اهم مواضيع الاودي انه تكون عنده الكاريزما والشخصية والخبرة. الخبرة. طب فكركم في تخصص ما ممكن الواحد يروح يدرس ولما يتخرج يكون معاه شهادة ماجستير ولا دكتوراه في الأودي؟ في حدا لا ما في. خديجة في أنا بشوف أنا فتشت ما في. ما في زي ما انتم كلكم زي ما انتم بتعرفوا في
في تخصص والله هو راح درس زي سيستم أناليست وهو وظيفته سيستم أناليست اسمح لها النظم؟ لا. طب ولا كيف؟ بالخبرة. هاي الوظيفة بالخبرة. أوكي؟ الفيديو الثاني بدنا نشوف هيك في انفوغراف جزء من فيديو عشان يفرجي دور الدور دور الوظيفة تبعت الاودي الاورجانيزيشن ديفلوبمنت with the rest of the management functions. بهاي الفيديو بدي احكي كمان على كونسبت كتير كتير حلو وكتير كتير اساسي وبتمنى الكل يفهمه عشان يقدر يحل في دماغه شو يعني شو يعني اودي او كيف انت كمجال الاودي تقدر تشتغل. هذا الكونسبت بعتمد على الموضوع اللي احنا لسه عمالنا بنحكي فيه الاورجانيزيشنال افكتيفنس اللي هو الكفاءه والفاعليه تاع هاي المؤسسه. انا كما كواحد بشتغل في مجال التطوير المؤسسي بهمني اطور واحسن من كفاءه هاي المؤسسه وهاي الكفاءه تاع المؤسسه بيكون نتيجه كتير عدد كبير من الوظائف والفانكشنز اللي الناس بيقوموا فيها او هاي المؤسسه بتقوم فيها. زي ما انتم بتعرفوا in each organization you have management levels for each management level they have their own functions والمانجمنت المانجيريال فانكشنز اللي انتم كلكم تعرفوها اللي هو planning وorganizing وdirecting and control. هاي الفانكشنز اللي without it you cannot succeed as an organization. You cannot fulfill your goals and objectives as an organization. كمان يعني equally important في business functions in each organizations. والbusiness functions depends on the type of the organization, whether it is a for-profit, production, or service organization, or for non-profit organization. But generally speaking, in each organization, the business functions ممكن تكونوا بالsales والmarketing والfinancing والhuman resources والproduction وهدول كلهم business functions. الفكرة عشان تنجح المؤسسة وتكون more effective there should be a constructive alignment between all these functions وintegration with those functions. For example, إذا إحنا بنحكي على إطار على مؤسسة فيها الوظائف الإدارية الأربعة أو الخمسة اللي متعارف عليهم تخطيط تنظيم توجيه رقابة. إذا ما في تكامل فيما بين هذول الوظائف الإدارية كيف تنجح المؤسسة؟ التكامل integration with the management functions is like إنه you have a plan. People who do the planning, definitely they need the work with other people who do the organizing, with directing and control. هدول الفانكشنز فيما بينهم إذا ما تكاملوا ما راح تنجح. أو الأداء الأمثل إنه هدول يتكاملوا. The most effectiveness إنه هاي الفانكشنز تتكامل. من غير ما أقول إنه والله في ناس الذين يخططون يعني أنا بحط خطة strategically for the future وبعدين ما في alignment ما في توافق بال control ولا بالdirecting ولا بالorganizing of that organization. فلازم يكون في تكامل تخطيط يتكامل مع التنظيم والتوجيه والرقابة هدول لازم يتكاملوا. فالتكامل هذا اللي احنا بنسميه الهوريزونتال انتجريشن ات ذا مانجمنت ليفلز ان كل الفانكشنز في المانجمنت في الاداره لازم تتكامل. فهذا اذا هو ذا انتجريشن او الالاينمنت وذ ذا مانجيريال فانكشنز ذي ار الايند يعني كلهم منضبطين وماشيين بنفس التوجه مش واحد هيك والثاني بالعكس. وهذا بياكد وبياثر على الموضوع الاساسي اللي احنا بنحكي فيه هو الاورجنايزيشنال افكتيفنس. الشيء الثاني اللي هو البزنس مانج او البزنس فانكشنز كمان لازم كمان يكونوا حد الفانكشنز
The business functions, they should be constructively aligned. They integrate, يتكاملوا مع بعض. اللي هن السيلز والبرودكشن والماركتينج. على سبيل المثال لنفرض انه في حدا في شركة ما سيلز ريبريزنتاتيف عمل اوردر وطلبية ناجحة صح؟ وسجلها وحطها على السيستم. إذا people at the production level ما انتبهوا لها يعني كيف بده ينتجوا لهم ال required goods and services طلب 200 كرتونة كذا ومش عارف كذا ومش عارف فكيف إذا تعاون production ما عرفوا كيف بده ينتجوا لهم البضاعة إذا تعاون المالية والمحاسبة يعني كيف بدهم يحاسبوا بدهوش يشتروا لهم مواد خام هيوم الريسورسز بدهوش يجيبوا الموظفين فكلهم فيما بينهم لازم يكون في علاقة تكاملة اللي بنسميها الانتجريشن والدم هدول فيما بينهم حكينا احنا على الهوريزونتال انتجريشن بتوين ذا مانجمنت ليفل وهدول نحكي على الفيرتيكال انتجريشن بتوين المانجمنت فانكشنز والبزنس فانكشنز الوظائف الإدارية والوظائف الأعمال إذا فيما في بينهم تكامل كمان ما راح يكون أثره سلبي على الكفاءة والفاعلية تاع هاي المؤسسة اللي هو الvertical والvertical integration التكامل بين الإدارة والشغل والتشغيل هذا المصطلح اللي هو constructive alignment كمان بشكل كبير من هذا الفيديو اللي بدنا نشوفه أو من هاي الانفوغراف اللي موجودة على على الشاشة انه في عنا الصورة العامة للorganizational development the big picture هي عبارة عن أربعة functions كبار أساسيات organizational development management وهذا إشي أساسي وهي الـ functions تبعته الـ stakeholder value management يعني you need to manage the value for the stakeholder هن الـ stakeholder مش they expect value from you as a worker بدو رواتب as an employee as a consumer as a customer بدو value في البرودكت اللي انت as الحكومة رح نحكي عنهم هدول في المحاضرة الجاي بس كلهم هدول you need to manage that value for that for the stakeholder كمان الـ profit management you need to also to manage the profits otherwise you need to maximize the profits otherwise you are not gonna meet the stakeholders value operational management you need to manage the operation inside the organization فإذا بدنا نتطلع على هدول ونحاول نعرفهم واحدة واحدة ونحاول نحس how these are integrated and if they are constructively aligned يعني في تكامل بناء فيما بينهم راح نحقق الإشي اللي اسمه organizational effectiveness فإذا بنروح نتطلع على operation management أي مؤسسة definitely they need to manage their business operation أو daily activity والfunctions تبعهم بس بتطلعوا product and services production والresource management هدول بشكل أساسي إحدى أهم شغلات أساسية لما بنحكي إحنا production management فإف you wanna manage your production lines والoutcomes تبعتك definitely you need to manage her resources أضمن وصول الريسورسز بأسرع الأوقات وأقل التكاليف وما في عندي مخاطر والله إنه at any point of time إنك تكون أنا بدك مواد خام والمواد الخام مش متوفرة أو المواد الخام تجيبها بأسعار غالية فyou need to manage resources in order to manage products and services هاي البرودكت and services within مع إشي اسمه اللي إحنا بنسميه logistics أنت you produce something هذا الحكي المانجمنت اوبريشن مانجمنت depends on ايش اسمه البروفيت مانجمنت لايك
in order to have you, to manage your resources, you need stakeholders. You need financing. بدك مصاري صح؟ وهلا هذا الفاينانس مانجمنت sometimes you need you buy some products or you pay for them 5 months later ولا 6 months later. وانت اذا ممكن تعمل هذا الحكي انك you buy resources and you buy 6 months later, you bring those material, you produce them and you sell them into the market and you get cash for it. انت صرت you have cash عشان تدفع لإشي تاني. وضحت الفكرة؟ بس بالنهاية كمان زي ما بنحكي على فاينانس في عندي تاكسيشن وفي المحاسبة زي ما حكينا. إذا أنت كيف بدك تعامل الناس الزباين تبعتك تبيع وتشتري. You need accounting. هذا اللي هو البروفيت مانجمنت سيستم. إذا نجحت أنت هون وفرت الفاينانشال ريسورسز معناته إحنا راح نقدر ننتج صح؟ Good. هذا الحكي كمان في عنا إشي اسمه stakeholder value. وإذا بتطلعوا على stakeholder value نحكي على الهيومن ريسورسز ككل في المؤسسة. شو عندي أنا؟ ريسورسز as a capital, human capital, human resources. وهدول اللي بدهم يجوا يشتغلوا ويحاولوا هالبرودكتس هالرو ماتيريال لبرودكتس اند سيرفيس. طبعا في عندنا الماركتنج والسيلز كاستمر سيرفيسز بابليك ريليشن وانفستر ريليشنز وطبعا في الانظمه والتشريعات والقوانين. هدول كلهم كمان لازم يتكاملوا مع البروفيت مانجمنت البرودكشن. وهون فاينلي نشوف شو قصده أو شو عمالنا بنحكي عن Organizational Development Management. وفي هون حسب اللي حكى عن أو حسب عن اللي بيعمل هذا الانفوغراف وعنده وجهة نظر ومش بالضرورة احنا نكون مقتنعين بس this is his point of view. وهو عماله بيحكي على انه شو في عنا في Organizational Development Management. فأول موضوع بيحكي عنه اللي هو الorganizational learning. وهذا موضوع كتير حلو أنا بحبه وبتمنى أنتوا كمان هيك يعجبكم الموضوع. وorganizational learning إيش يعني؟ تدريب الكفاءات اللي عندنا لحتى يعني المؤسسة الorganization تتعلم؟ آه بس مين اللي بتعلم؟ هي الهيومن ريسورسز الهيومن كابيتال اللي فيها فكر تعلمي يعني. ورح نحكي كمان رح يجي نحكي يوم على الادابتيف تشينج والتكنيكال تشينج انه هاي المؤسسه تتعلم عمالها بتشتغل عمالها بتتواصل عمالها بتستفيد عمالها بتغير من طريقتها وطريقه شغلها. ف وهون لما نحكي ليرنينج معناته المؤسسه داخل المؤسسه الموظفين داخلينها. طبعا في موضوع الكرياتيفيتي وهذا موضوع كتير كتير أساسي وضروري في مؤسسة بدها to adapt to the external environment. لازم يكون في عندها نوع من الإبداع creativity structured idea management innovation organizational design change management و talent development. إذا بتطلع على كل هدول العناوين هدول كلهم في مجال تطوير المؤسسة. بدونهم احنا ما عم نقدر نتطور. هلا العلاقه فيما بين هدول هي علاقه تكامليه و all these elements are constructively aligned عشان يتكاملوا فيما بينهم بافضل شكل وانسب طريقه عشان يحققوا الorganizational effectiveness. في حدا عنده اي تعليق اي استفسار؟ شكرا يعطيكم العافيه.